وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة السيد علي زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب. سعادة النائب، لو تحدثنا عن أهمية العلاقات في دعم مجلس التنسيق السعودي البحريني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية أنا لابد يعني نوضح ونأكد على متانة العلاقات بين المملكتين، المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وهو المجلس الحقيقي التنسيقي إلا امتداد لنهج الأجداد ومواصلة التلاحم والإنجاز بين بلدين. طبعا المجلس التنسيقي مع المملكة العربية السعودية يمثل أهمية كبيرة للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وزاد أهميته في رفع مستوى التمثيل إلى أولياء العهود في البلدين، وهذه حقيقة يعطي دفعة أكبر بوثيرة أسرع لتحقيق الإنجازات المشتركة في مختلف الملفات وتعميق الروابط والتنسيق كنموذج، يعني التنسيق المشترك في مختلف المواقف والقضايا والتحديات وفق تطلعات قادة البلدين جلالة الملك المفدى وخادم الحرمين الشريفين والشعبين الشقيقين. هذه طبعا تبرز العلاقة كنموذج للعلاقات الأخوية الخليجية والعربية والإسلامية، وإحنا حقيقة نأمل ونتطلع من خلال هذا المجلس التنسيقي تحقيق نتائج تعود يعني على مزيد من الاستقرار والنمو الاقتصادي وتحقيق تطلعات مستقبل مزدهر ومليء لطموح الشعبين في تطوير كافة المجالات. البلدين يشتركون في تحديات مشتركة من خلال تدخلات خارجية، تهديدات المنظمات الإرهابية اللي تطلب حقيقة مزيد من التعاون الأمني والعسكري، تبادل المعلومات، تنسيق المواقف المشتركة، يعني بما يتناسب مع المرحلة الراهنة ومع تحديات المنطقة، ولا بد من السعي إلى مزيد من الاستقرار وحفظ الأمن. من المهم حقيقة أن تكون هذه الملفات الهامة تطرح على يعني طاولة مجلس التنسيق المشترك للبلدين، بالإضافة للملفات الهامة الأخرى لتهم البلدين كالأمن الغذائي، تبادل تجاري، سياحي، ثقافي، فيما يعود على الاقتصاد الوطني للبحرين والسعودية. لا شك يعني أن مجلس التنسيق برئاسة أولياء العهود في البلدين راح يطور التعاون بصورة متسارعة ومدروسة، وتعكس الإدارة الفريدة لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وما حققوا في من نتائج إيجابية في العمل الحكومي القيادي في كل البلدين. أحب أختم حقيقة بالتنويه أن الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية هي العمق الاستراتيجي للخليج العربي وللعرب والمسلمين، وهي الضامن بعد الله سبحانه وتعالى للأمن والاستقرار في المنطقة. وما قدمته من تضحيات في مختلف الظروف دعم القضايا العربية والإسلامية حقيقة تأكد المواقف الدائمة للقيادة السعودية على مدى التاريخ ومساندتها الدائمة لمشاريع التنمية الرامية تحقيق الأمن والازدهار والتقدم والسلام لمختلف شعوب العالم. نعم، إذن سعادة السيد علي زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.